سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم كيف العاده اختكم وصاحبتكم ربيعه الحسنويه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات جبت لكم هذه الوصفه اللي طلبوها مني بزاف بزاف ديال البنات. هذه الوصفه للبنات اللي عندهم سحر تشويه الجمال، اللي عندهم تعانيوا من سحر تشويه الجمال. انا غنشرح لكم كيفاش البنات، وتتصلح البنات اللي عندهم نقص في القبول، البنات اللي ما عندهمش الزهر، اللي ما عاطينش العين، او تيكونوا واخا هما زوينات كيبانوا طافيين. يعني هاد الوصفه هادي كتعطيك واحد النور وتتعطيك واحد القبول. يعني الوصفه سوى البنات اللي عندهم سحر تشويه الجمال والبنات اللي ما عندهمش القبول، يمكن ليهم يطبقوا هاد الوصفه. وصفه غزاله فنه مجربه. البنات بزاف تيصيفطوا ليا، اما الوجه تيتحرق ليهم، يعني تيولي بحال الكلف وهو ماشي كلف، اما وجههم تيولي زراق، اما تيولي مضباب. كاينه اللي كل مره تيبان ليها وجهها في لون، يعني ملي كتشوف في المرايه كل مره كيبان ليها وجهها تيطلع ليه لون في شكل. هادشي كامل البنات بسبب تيوقع ليكم، بسبب الحسد، بسبب الغيره، بسبب الانتقام، وبعض المرة حتى العين. وهذا السحر ديال تشويه الجمال تيخدموه في التصاور، تيخدموه اللي ما تيخافوش الله في التصاور. تياخذوا الصوره ديال السيده وتيديروها في الطاجين وتيحرقوها، وبلا ما نقول لكم شنو تيدار معاها. المهم انهم تيحرقوا للسيده الوجه ديالها. البنات اللي عندهم هذا السحر واللي تيعانيو من هذا المشكل هذا، واللي عندهم وجههم محروق ليهم، هذه هي اللي عتهنيكم، هذه هي الوصفه اللي عتهنيكم. وعتشوفوا واحد التغيير نهار على نهار، عيبدا المشكل تيتحل حتى ما يبقى فيكم حتى شي حاجه، وعيولي الوجه ديالكم طبيعي وعادي. والبنات اللي عندهم القبول ناقص وتيحسوا براسهم شويه طافيين ولا معاطينش العين، حتى هما يديروها ويتفكروني عليها، عيولي فيك واحد النور، وعتباني مضويه وعتباني عاطيه للعين، وقبول غزاله البنات. وصفه فنه فنه فنه، بلا ما نحتاج نشكرها لكم البنات، انتم اللي عطبقوها وانتم اللي عطبقوا عليا الاخبار. شنو تنحتاجوا البنات لهذه الوصفه؟ قبل ما نبدا البنات في الوصفه، ما تنساوش البنات لايكات الفيديو عفاكم باش تشجعوني ونعرفكم مهتمين بالمواضيع اللي كننزل لكم. والبنات اللي ما مفعلينش الجرس يفعلوه، والبنات اللي ما مابونينش مرحبا ديروا ابوني. وبلا ما نطول عليكم، تاخذوا البنات زلافه بيضاء عاديه، ها هي بحال اللي كتشوفوا، ما يكونوش فيها الالوان، زلافه في اللون الابيض. وتتاخذوا البنات الحليب، تتاخذوا واحد الكميه ديال الحليب بحال هكا، نص زلافه ولا اكثر شويه. المهم كديروا في الزلافه كديروا فيها الحليب. مي كديروا الحليب البنات، تديروا معاه واحد طريف صغير ديال الفاسوخ، تديروا طرف صغير ديال الفاسوخ، وداك الفاسوخ تتخليوه واحد المده يدوب وسط الحليب، يعني تدوبوه وسط الحليب، خليوه واحد المده بيد ما داب ليكم. ملي تدوبوه غير بيديكم تدوبوه في الحليب، تضيفوا عليه شويه ديال العرعار، تضيفوا العرعار وتضيفوا شويه ديال السكر. العرعار، السكر، الفاسوخ في الحليب، مفهومه البنات؟ الفاسوخ هو الاول تندوبوه في الحليب وتنضيفوا العرعار والسكر. الحاجه الثانيه اللي تنديروها البنات، شنو تنديروا؟ تناخذوا الصوره، تناخذوا الصوره وتنوضعوها فوق الحليب على الوجه ديالها. الصوره ديالك تتاخديها وتديريها في وسط الحليب بهذه الطريقه، يعني ماشي ما تدخلهاش وسط الحليب، ولكن الوجه ديال الصوره كيتحط فوق الحليب بحال هكا البنات، كتحطوها بحال هكا. تتنجموها البنات ليله كامله، تتنجموها ليله كامله. وقبل التنجيم تتاخذوها وتقربوها لفمكم وتقراو عليها هاد الايه، تتقولوا البنات نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
تتقراوها 7 ديال المرات البنات الآية على الصورة، على هاد الزلافة هادي والصورة، تتقراوها 7 ديال المرات هاد الآية، مفهوم عليا البنات؟ ملي تتقراوها البنات تتاخدوا هاد الزلافة هادي وتديروها في النجوم، تنجم تنجموها ليلة كاملة. تنجيم البنات هو انكم توضعوا الحاجه تحت النجوم، هو التنجيم البنات اللي ما كيعرفوش، كنحطوا الحاجه تبات تحت النجوم، عديروها اما في السطح ولا في لاكور ولا في البالكون، المهم اي بلاصه عندكم مقابله مع النجوم ليله كامله. لغد ليها البنات تتاخذوها، لغد ليه تتاخذوها، تتاخذوها البنات تتزولوا هذا الشيء، تتزولوا هذا الشيء كامل، مكونات كامله تترميوها في الجرده، وبنفس الصورة غتوليو ديرو حليب من جديد، طرفة الفاسوخ، شوية سكر، شوية العرعار، تعاودوا المكونات كاملين بنفس الطريقة وتعاودوا تقراو عليها، توضعوا فيها الصورة وتقراو عليها الآية وتنجموها ليلة تانية. هاد العملية هادي كتبقاو تكرروها 7 أيام البنات، هاد العلاج 7 أيام، كل نهار تعاودوا مكونات جديدة، المكونات اللي ذكرت لكم كل نهار تعاودوها من جديد، ماشي نفس المكونات البنات، كل نهار تبدلو، تتبات الوصفة لغدلي تنحيدو دوك المكونات، رميوهم في شجرة نقية وخضراء، والمكونات والزلافة نديرو فيها مكونات جدادين بنفس الإناء ونفس الصورة. صافي البنات تتكملوا 7 أيام بهذه الطريقة هذه. بالنسبة للصورة البنات ملي تكونوا هازين زلافة حاولوا ما تحركوهاش بالجهد باش الصورة ما تدخلش ليكم وسط الحليب، وحتى الا دخلات ملي تكونوا تتقراو ولا ملي تكونوا غادين بيها تحطوها في السطح، حتى الا دخلات عاودوا هزوها وحطوها فوق الوجه يكون على الحليب، هذا هو الغرض اللي عندنا حنا، ما فيها باس الا دخلات عاودوا رجعوها. صافي البنات التوقيت من تفوت المغربة البنات طبقوا الوصفة وطلعوها للسطح، يعني من بعد المغرب باش تنجموها. وبالنسبة للوصفة من تكونوا تطبقوها البنات تكونوا على طهارة ضروري، طهارة شرط ضروري في هاد الوصفة هذه، تكونوا نقيين وديروا الوصفة ديالكم. وهذه هي الوصفة غزالة، سواء البنات اللي عندهم سحر تشويه الجمال، سواء البنات اللي باغينها للقبول باش يبانو مسرارات، باش تباني منورة قدام الناس، وجهك تولي ضاوي وتتولي تباني غزالة قدام الكل، وتقدري ديريها ليهم جوج، يعني الا عندك المشكل ديال تشويه الجمال غتعطيك واحد النور وغتحيد لك سحر تشويه الجمال. يعني استفدوا البنات من هذه الوصفه، راها فنه فنه فنه. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. تنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، والا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات البنات باش تشجعوني وباش نبقى ننزل لكم الوصفات اللي تترضيكم واللي تستافدوا منها. وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم، تنحماق عليكم كاملين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.